كبسوا على الشاشة شوية بهايم، كبسوا على الشاشة. انزل يا فلاح، انت ما تطلعش تاني مع ملوك. انت بني ادم، انت عمال تشتم في الناس ليه؟ الله يخرب بيتك، صوتك جاي بره والناس عماله تشتكي منك والبلد كلها بتتكلم عليك ومسيرتك بقت على كل لسان. يا عديم الوصول والشرف، المفروض تستأذن وتداخل على الملوك. ملك ملك ايه؟ انت نسيت نفسك، انت لسه جاي من الغيط. اسكت اسكت اسكت، الله يخرب بيتك، انا مفهمه ان انا في اليونان. اسكت، انا مفهمه ان انا من اصل ملوك وعايش في قصره وحياتي. اسكت. ايوه بتشتم في الناس ليه يا ابني؟ الناس محترمه والناس كويسه وبتتكلم معاك بكل احترام، بتشتمهم ليه؟ انا لما بشتمهم كده على فكره هم بيبعتوا لي اكتر. انت فكر لما بشتمهم كده ما بيبعتوش؟ لا بيبعتوا لي اكتر، ده انا معايا فلوس وبنزل اسحب فلوس كل يوم بسبب كده. وبتدعي على الناس ليه ان انت ملك؟ ملك ايه يا ابني؟ ده الناس بتخرج من الساعة 5 الفجر بترجع الساعة 7 الصبح عشان تجيب لقمة عيشها بالحلال، وبتشوفهم الصبح وهم ماشيين ورا الغطان ورايحين ورا البهايم بتاعتهم عشان يجيبوا لقمة حلال ياكلوها، وانت قاعد زي الستات قاعد على السرير ما فيش أي حاجة بتعملها غير يا ملوك يا عظماء يا شوية فلاحين. ما هو أنا خدت الترند على تيك توك، أسيبه واتحرق ولا اركب الترند؟ فلاحين اللي انت عمال تشتم فيهم وعمال تدعي ان انت مش منهم، الناس دول اكرم واشرف منك واشرف من 10 زيك، وعندهم اصول مش موجوده عندك، بس الناس مش عارفه تقول لك الكلام ده. والناس دول لحم كتافك ولحم كتاف البلد كلهم من خيره، لان الناس دول اجدادنا وعندهم اصول يعلموها ليك ويعلموها لاجدادك واجداد اجدادك كمان. الناس دي بتخرج من الساعه 5 الصبح بترجع الساعه 7 العصر علشان يجيبوا اكل لتعيش بالحلال. بس على فكره العيب مش عندك، العيب عند الناس اللي بتسمعك والناس اللي بتعلق لك والناس اللي بتسمع لك وبتدعمك حتى وانت بتشتمهم. عارف ليه؟ لان انت ركبت الترند الغلط. الناس لو بتحترمك وبتحترمهم كنت ركبت الترند الصح واتشهرت بحاجه كويسه، لكن انت الموضوع افور منك والموضوع بقى شكل زباله، وعمال تشتم في الصعيد وتشتم في الفلاحين وتشتم في الكبار وتشتم في الاجداد وتشتم في الاصول وتشتم في كل الناس، وانت اصلا مالكش 30 اي عازه، والناس ما تعرفش اصلك ولا تعرف هويتك ايه ولا تعرف اي نيله. ايوه الكلام ده اخوك اللي بيقوله لك، مفيش حد تاني يقوله لك. قوم يلا فز واشتغل شغلانه ولا اعمل اي حاجه، علشان هيجي يوم وهتندم على اللي انت بتعمله في الناس ده. وصالح الناس ونزل فيديو دلوقتي واعتذر للناس، علشان الناس اللي انت بتشتمهم دول جزمتهم اشرف منك. الجرابيع اللي موجودة تضغط على الشاشة او يخرج برا اللايف، اللي يستنى عندي يا ملك يا من اسرة ملكية يا من نسل هيرقل يا من الاب الاري. هقول الجرابيع اللي اللي عندي مش هيفوزوني خالص. مش هيفوزوك، العب ونشوف يا مخاصي. الجرابيع اللي عندي مش هيضغطوا على الشاشه ولا هيعملوا حاجه، لكن لما يجي يعترف لك يقول لك انا فلاح، معناه ايه؟ معناه انه بيعترف ببطلان حكمه. لا 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 لا، ريم دي كويتيه، ريم كويتيه، وهي صاحبه واحده اسمها مروك صاحبتي، ان هي كانت تقريبا بتدخل لك او صاحبتك هي صاحبتي. ومروك دي اصلا سعوديه. اساليها انت فلاحه ولا لا؟ طيب. ريم ريم، تمام تمام ريم، انت فلاحه ولا لا؟ انت منين يا ريم؟ لا فلاحه ولا لا، ملناش علاقه يا فنين. فلاحه ولا انت فلاحه ولا لا يا ريم؟ لا مش فلاحة. بس خلاص حطها. هي قالت لك انا، هي قالت لك انا فلاحة؟ يعني اي حد يدعم نسأله انت فلاح ولا مش فلاح؟ يمشي كده حكمها، يمشي. قالت لك انا مش فلاحة.